إذا هو صاحبك أنا... أما تو باش تتفاجئ في شخص أنت تحبه برشا. اسمع كله لسان أنا ما يقلقني أنا بالعكس. هذوما راهم تصاريح في القديم في الجديد، راهو في زمن ما راهو نحكي. حاتم بن عمارة، حاتم بن عمارة صديقك وخوك وكان يعدي فيك عديد المرات، وأنا كنت نتفرج فيك قبل ما ندخل التلفزيون نتفرج في حاتم بن عمارة ونرى فيكم. حاتم بن عمارة شي يقول؟ في العهد السابق كانوا يفرضوا علي كريم شعيب لكن أنا منيش مقتنع به. حاتم بن عمارة وقال هذه في سنة نجم نعطيك شو مرتب بن علي وقتها؟ أي في وقت بن علي قال يفرضوا علي كريم شعيب. يجيني تليفون من القصر يقولوا لي عدي كريم شعيب في صارية السبت. صح علي أنا كنتي على الأخر بالرئيسة وبالدنيا وش هذا بيه ذي مالا والكوتة متاعي قوية ياسر معك. أي أنت ما كانتش كنت قوية في الحمد يا رب مع الرئيس السابق مالا ونحبه يرحمه ونعمه بيان سور. أي مالا غنيت قدامه؟ إذا كان يحبني بن علي معناتها نسمي أنا الحمد لله غنيت قدامه؟ سير غنيت شو غنيت وكلزم نشتح شو مشكل؟ اشتحت قدام بن علي؟ كوتي اخويا مع بن علي لا اشتحت قدام بن علي لا معناتها كان ما عادش فيش مشكل برا اشتح الناس كل شطحت قعدت كانيني معناتها في الرده انا ما عمري ما ريتك اشتحت نحكي لك معناتها ما عمري ما ريتك اشتحت انا اشتحت قدام بن علي واشتحت هي اشتح في بلاتون المشكل شو المشكل؟ انت رئيس شاشة قدامك؟ ولي رئيس شاشة قدامك كلام اللي ضربتيه ضربه يشطح كريم شعيب يشطح قدام الرؤساء مش في البرامج يفرضوا عليه باش معناتها كريم شعيب لا والله ما تقالش لا ما تقالش من استبعدها ما حتى شنو تستبعدها هذا هو كلام مسجل في جرايد راه سابقا رجعت لك لل هو توا قالوا الكلمة ذي لا قبل وقت بن علي قالوا بعد بن علي ما تنحى بعد الثورة أول الثورة برشا نتخيل أي أنت كانوا يتدخلوا لك بصراحة والله لا حرام عليهم وعلاقتك بحياة بن علي علاقتي طيبة مع الناس كلنا نحب نمشي نخدم ونخلص مسالمة مسالمة عرس بنت الرئيس خلصت عرس بنت الرئيس شكون؟ على الماتري صخر الماتري صخر الماتري غنيت سيغ انا وميادة وحكيم وانت معاهم سيغ وبربي خلصوك بالكدا الحمد مش غنيت بلاش لا بلاش ما يقولوا انا ما غنيش فنانين بلاش انا ما غنيش بلاش قلت ممكن 1000 دينار 2000 دينار كان شامل في الوقت هذاك اي ما دولي السوم قداه ما يسالش في وقت هذا شنو يحكي فارغه قداه 3 4 15000 ولا 20000 15000 يوووو فك الزمان يحبوك كلام حاتم بن عمارة صحيح سامحني صدقني صحيح زوجة حاتم بن عمارة كان مدير برمجة في قناة تونسنا وكانت عندها وقت الماتينال نستدعاو الفنانين وماذايا في 2013-2014 كان ديما يبروبوزي الحق في البرنامج اي لا يحبوا انا نعرف ما نعرفش علاش عمل التصريح بعد الثورة ولا قبل الثورة لا بعد الثورة اما بعد ممكن الثورة قد رئيس من الرؤساء وقت يعرفني حبنا لا علاش تو خاطر بعد الثورة بروبوزيه برشا اي صح عليا معناتها انا تسمى قبل وبعد امينة فخ بها زاد امالا راهو رجعنا لك اربع صحفيين يخدموا عليك انا معك الصباح اربع صحفيين يخدموا عليك اعطيني صحيح اعطيني صحيح امينه فاخر سلطان حبك كان غناها كريم راهو شوهها كان غناها كريم شعيب راهو شوهها امينه فاخر هي قالت هكا اي بل انا قلت ممكن هي كانت غنيتي راه شكون واضح سلطان حبك هي غنيتي انا اي كنت ما بسمع العقل من صغير بسمع العقل في الدار ونزيد الجمله دي اقول الجمله دي فما حاجات في الغناء ما قلتهمش مثلا حاو هي ما نجمتش تقولهم وقالهم كريم شعيب انا قلت غنيتي كانت الغناء ما علاش ما غنيتهاش انت شي عطا سبحان الله عنده ظروف ماديه وقت عطا على من فخت انا وقت ما عنديش فلوس نحكيك في البدايات انا أيه. انا غنيت له يا مركبه قولي لي وغنيت له عديني بحر الهوى نجحت فما غنى عطاء اي فما غنى عطاء عليا مكاتيب كنتش غني هنا هذا ما غنيتهاش عليا وقتها برشا غني يعني كانت غنيت انا بالغنية ولكن انت ما عندكش فلوس خذيتها امينه فخر صح شو ردك انك قال تشوهها يشوهها لو يغنيها اكيد سمعها هو صوتك وسجل لا ما سجلنيش ما سجلكش لا في اللايف وقتها وحدنا قلت لك في بدايتي هنا وعلاه ما تغنيهاش تو ما عندي علاش تغنيها كنت تغني فيها غنيتها مع سمير العقربي ما غنيتهاش وحدي معناتها في مسرح ولا في واضح عبد الرزاق الشابي اما صح عليها معناتها صح عليها خاطر حتى سمير العقربي معناتها يكري فيها فهمت اعطاها لبرشا ناس اعطاها برشا مغنيين
ثلاثة شهور بصوم، شهرين بصوم، كل بنحقوا الملحن كل وكالة كل بالبيت بنحقوا الملحن يبيع. أنا عارف ما عنديش فكرة على القانون. عبد الرزاق الشابي في تصريح أنا صرحت قطعت رئيس زادة كريم شعيب غير ملتزم في مواعيده، ومرة عمل لي عاملة في منوعة الأحد وما جاش، صحيح ولا اه فوالا قاش عندي قداش انا صريح يا خويا. انا عندي علاش ما جيتش خليت باهي وتعرف وقتها تعرف وقتها كيما انت تو تصور في السهريه هذيا انت ما جيتش دقيقه عاد تصور انت في السهريه هذيا انت ما مج... انا في بالك قلب في بالك انا قلبي على يدي لا ما تجي لو ما جيتش يا كريم شنو انا اعمل برستم وضاعف الثنية بشير وبرانيا ومحمد العوني وين؟ باش نغنيو؟ سهلاز الحكاية شنو نعمل؟ نغني أنا لازم يغني هو خديك وتدبهم عملها عملها سي والله والله ريتها بالتصاريح هذوما معناتها ريت في الأخر قلت له تصريح عبد الرزاق بالحق الخطر عملها لي ونهار تحد روح له يا كريم ما تتصورهاش وقتها هو المطرب الوحيد عملها قلبتها وقتها قلبتها حطيت غناية بلاي باك وشيخة ومع بعضنا نغني وحوارات لومبي اما اما وجعتكش بكلمة تو بصراحة وجعتكش بكلمة هكاك تطلع لي طلع قلبة مثل الكلب يروح ما نمشيش نروح مرة أخرى وقت فما واحد من الكيب نتاعك ما عجبنيش دراش قال قلت شو نروح حدا بعد في حدا بعد قلت ايش عندك فيه شو تحسيله بعد ساعات تلقى فرقة يا أخوي باش تغني عليها عمرك ما شفت فرقة سلم نفسك حسين زهدي اه تخاف بالفرقه لا تلقى يودي فرقه ما اعطيني سولق ثاني لا ما تفهم شيء قول رزوقه منين جايبها مثلا انا فرقه نعمان راه معايا لا لا مش تو قبل نعمان قبل نعمان قبل فرقه منير الغضاب لا فرق لا وقت جيت معك منير الغضاب فرقه اخويا لا شيخه كنا هذيك نتفرج فيها وتسجيل معايا شيخه كبيره وتحيه للاساتذه فرقه نعمان الشعري يعطيكم الصحه لو ليه